مرحبا بكم مرة أخرى الناس اللي تحكوا بينا، نفكركم اللي حديثنا متواصل في النقاش مع السيد سيد بلال مستشار سابق لدى رئيس الحكومة مكلف بالملفات الاجتماعية، السيد بدر الدين السماوي المختص في الحماية الاجتماعية، وبطبيعة عبد السلام الهرشي. نحكيو على منظومة الحماية الاجتماعية في تونس في علاقة بآخر الإجراءات المذكورة في قانون المالية لسنة 2022. باش نمشي للمستقبل او الحاضر اللي الواقع نشوفوا فيه، كنا نحكيو شوية على الجانب التاريخي اللي وصلنا للأسف للوضعية اللي احنا فيها اليوم. 1 جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024 عندك الحق تطلب التقاعد المبكر في عمر 57 سنة، لكن تتمتع بأقل حاجة اللي هي 15 سنة من العمل على الأقل، تتحصل مباشرة على منحة التقاعد نتاعك، علما وأن المشغل نتاعك اللي هو الدولة التونسية يتحمل تكلفة المنحة والمساهمات من فترة خروجك على التقاعد إلى حدود بلوغك السن القانوني للتقاعد، وبالتالي هكا الفترة الزمنية هذيك اللي انت باش ترتاح منها ماكش تشتغل، ولكن غير مو باش تصب كاين قاعدة تساهم ومش انت اللي تخلص الدولة التونسية. كيما زادت تنجم تطلب عطلة لبعث مشروع لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد لمرة واحدة. سيد بلال، عمل كامل كنت تحكي عليه وقمنا وعملنا ودراسات وبدينا و2019 وطلعنا وجهدنا باش نطلعوا سن التقاعد والرفع اتسيتيرا، فينالمو نلقاو اليوم عكس اللي عملتوه بالضبط قاعد يصير. صحيح، انا بيدي تفاجات، انا بيدي خرجت توا ما عادش في الاكيب، دونك وقت اللي شفت الاجراءات نتاع قانون الماليه ما لقيتش معناها سبب اللي اني يقنعني، لان وقت اللي خدمنا احنا في 2017 و2018 وعملنا دراسه اكتواريه والغيره وخدينا الاجراء نتاع الترفيع الاجباري والاختياري في سن التقاعد، الهدف نتاعو هو التقليص من العجز، مش باش ينحي العجز كله، هو التقليص من العجز اللي كان يعاني منه وقت صندوق التقاعد والحيطه الاجتماعيه. اليوم الهدف نتاع الحكومه الحاليه واللي قالت وزاره الماليه هو التقليص من كتله الاجور. انا كي نجي نشوف، خذيت انا بيدي قبل ما نجيك حبيت نفهم زاده بالضبط شنو هو. نجي نشوف الاول حاجه، الساعه صحيح هما باش ينقصوا ما عادوش باش ياخذوا اجر، لكن انت باش ياخذوا جيراي، والجيراي شكون باش تحملها؟ باش تحملها الدوله. اذا اليوم يمكن ماكش باش تعطيهم انت اجر، اما باش تحمل انت كلفه الجرايه، وخاصه معناها الفتره المتبقيه من 57 ل 62 سنه، وهذه معناها نقطه استفهام كبرى، باش ياخذها كبونيفيكاسيون، معناها كان الجرايه باش تحتسب، هو باش يخرج في 2021 في 2022 في جويليا 2000، خاطر بدايه التنفيذ باش يبدا في جويليا 2022. ولكن الجرايه اللي باش ياخذها باش ياخذها باحتساب الفتره المتبقيه. اللي باش تخلصها الدوله مش هو غير. لا باش تعطيك انا حتى من حيث المناجيه بدر يقول لك هي شنو مساهمات على فترات فعليه. انت تخدم فعليا تاخذ اجر تقصك منه مساهمات وتاخذ الجرايه. هذه تو انت باش يعطيك فترة اللي موقعش الاشتغال عليها 5 سنين ما خدمتش، معناها 5 سنين ما خدمتش باش تاخذهم. هذه تساعد فهمت الموظف، فهمت الموظف. بالنسبة للدولة ماهوش باش معناها تدفعهم في قالب أجور، باش تدفعهم في روبريك أخرى مساهمات اللي هي تدخلات باش تعطيها في قالب هي تحملك النفقات المنجرة على الإجراء هذايا. بالك شي رابحة الدولة فيها هذايا؟ مش رابحة. قداش عطينا بالأرقام؟ اليوم أنت الكلفة نتاعها هذيا الكلفة نتاعها 168 مليار. معناها التحمل نتاع تكلفة المساهمات والدفع. أما أنت كي باش تحمل الجرايات وباش تحمل معاها أنت البونيفيكاسيون هي 192 مليار، أنت باش تنقص من الأجور اللي كنت تدفع فيهم 168 مليار، لكن أنت الكلفة اللي باش تدفعها للسي إن آر بي إس بعنوان الجرايات والبونيفيكاسيون 192 مليار. تطلع خاسرة الدولة. هي جوستومون هذه هي تو، علاش قلت لك أنا ما فماش معناها هكا معناها حاجة اللي تقنع. خلينا نشوف رأي سيد بدر الدين السماوي في الموضوع، مقنع هذا أم غير مقنع؟ والله قبل كل شيء لازم نذكروا أنه الإجراء اللي اصدر في قانون المالية ما هوش بدعة، سارق هو هو تكرار تقريبا هذه للمرة الثالثة والرابعة. كان وقع نفس الإجراء في 2009 ل3 سنوات 2009 2010 2011، كان أيضا وقع في 2014 بالنسبة لاتصالات تونس، وكان وقع في جوان 2017 بنفس الطريقة. عموما لو كان نشوف الشروط تلقاها كي هي نفسها، اللي هو الأقدمية يكون عنده 15 سنة من الحجز،
الحاجة الثانية السن 57 سنة اللي تبدل بين 2017 لتوا، يعني قبل كان سن التقاعد 60 سنة توا 62، تكفل الدولة بالمساهمات بالجرايات حتى بلوغ سن التقاعد وتنفير الفترة المتبقية، إذن على مستوى الإجراءات العامة هي إجراء عادي. علاش تستغرب اليوم الإجراء هذا؟ وإذا كنت تسمع في سيد بلال مستغرب جدا منه. هات نشوفوا إحنا العملية فيها ثلاثة أطراف باش نقيموا باهية ولا خايبة، نشوفوا شنو الزاوية اللي ننظروا منها. ثلاثة أطراف شنو هي؟ أولا الدولة، وثانيا العون، وثالثا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. بالنسبة للدولة، الدولة عندها أوبجيكتيف أن تحب تنقص في كتلة الأجور. كتلة الأجور التنقيص مع فيه نقاش، لأنه التنقيص كتلة الأجور ما ينجمش يكون فقط بالتنقيص أون تيرم أبسولي، ينجم يكون ترفيع نسبة النمو. دونك النسبة هذه فيها نقاش في مجال آخر. ما يمكن أن تساهم بهذه الإجراءات هو جزء بسيط جدا في التقليص من كتلة الأجور. اثنين، بالنسبة للعون، العون التقاعد هذا راهو تقاعد اختياري مش اجباري. اثنين، بخلاف انه اختياري راهو المؤجر عنده الحق باش يرفض، خلافا للقانون نتاع افريل 2019 اللي التمديد في سن التقاعد بعد 62 سنه هو دون موافقه المؤجر. توا اليوم المؤجر راهو ينجم يكون المشغل العارف نتاع العون هذا، يقول راهو رغم كل شيء انا نرفض باش السيد هذا يخرج، خاطر وقت اللي مش يخرج مش يخلي ان بوست فاكون، وما عنديش حتى شيء يضمن لي باش نلقى انتداب. دونك الامكانيه نتاع انه العون هذا يخرج ماهيش بالضروره. دونك هو ثانيا اختياري، العون مش برناش باش يخرج، العون قلنا له راهو تنجم تخرج، هو يعمل حساباته على مستوى حياته الشخصيه، عنده شي مشروع اخر، يحب شي يسافر، يحب كذا. هذيك يعني نجم يجيوك 90% من الملفات كلهم كفاءات اداريه، وبالتالي ما تخرجش حتى حد، وبالتالي لوبجيكتيف نا با ايتي هذاك. هكا تو نجم نقيموا شو قاع في 2017. ثالثا، الصندوق الوطني للتقاعد الاجتماعيه. الصندوق الوطني للتقاعد الاجتماعيه ماهوش باش ياثر عليه حتى شيء، لانه لا بونيفيكاسيون مش تدفع. دونك انا شنو نقول؟ القانون هذايا نعطيه حجمه الحقيقي. القانون هذايا هو مساهمه بسيطه جدا في التنقيص في كلفه الاجور في الميزانيه العامه، لكن المشكله نتاعو انه وقت اللي باش ننظروا هو وحده راه ما يعمل حتى شيء. ماهوش باش يضر السي ان ار بي اس، اما على مستوى الميزانيه العامه ما يضرش. المشكله يلزم يكون على مستوى الميزانيه الدوله، يلزم حلول اخرى ل معناتها تغيير النسبه في اتجاه انه تصبح نسبه اقل بتاع كتله الاجور بزياده النمو. بالنسبه للسي ان ار بي اس بور لو مومون ماهيش حاجه كبيره، لا ثم مشاكل اخرى اعمق من هكا. ما فماش ضرر. السيد سيد بلال يقول لك اي، يقول لك سي بدر الدين ما فماش، اول حاجه فماش ضرر مباشر على سي ان ار بي اس، واكثر من هكايا العمليه هذه تعملت قبل 2017 2014. هو معانا، هو معانا كانوا معانا زاد كيف كيف، على اساس اللي في 2017 قبل ما نعمل القانون، وقت ما زلنا في اطار التفكير، ثم عده اشخاص غير راغبه في الترفيع، غير راغبه في الترفيع في السن. وقت تعمل القانون هذاك باش اللي ما يحبش الترفيع هانو عنده الفرصه نتاعو يخرج فك الاطار نتاع التقاعد المبكر. الهدف مختلف كان تقصد، هدف يعني مختلف، ماهوش له تنقيص في كتله الاجور ولا غيره. هذاك انا لتوفير اكثر اسباب النجاح للقانون المرتقب للترفيع في سن التقاعد. لك السيد بدر الجسمي يفسر لك تو، يقول لك كونديسيوني مش مسيب، هذايا المؤجر ينجم اللي هي الدوله نجم يقولوا لا ما نخرجكش سامحني. ما فينا شنو في في القانون هذا؟ لا القانون هذا ها واش نقول لك زاد تو، احنا باش نستناو في الامر الرئاسي بحسب المعطيات المتوفر، حسب المعطيات المتوفر ثم عده قطاعات باش يوقع استثناء، قطاع التعليم، قطاع الصحه، قطاع الامن، قطاع منا عده قطاعات اللي باش يوقع استثناء. هذه معناها بالامر مش ممكن تقدم معناتها في هذا، هذه معناها عده قطاعات باش يوقع استثناء. ثاني حاجه زاد التخوف، على خاطر حتى في 2017 لاحظناه، علاش انت معناها حتى عباد اللي تتوفر فيهم الشروط وحتى المؤجر نتاعهم موافق، ولكن انت في نهايه المطاف ما وقعش الموافقه عليهم، خاصه انك الاطارات الاطباء والغيرهم ما وقعش الموافقه عليهم. انا حبيت ناكد اللي الاطار نتاع 2017 تاع التقاعد المبكر وهذايا ماهمش نفس الاطار. ثاني حاجه تقول لي انت اليوم باش تنقص في كتله الاجور، كتله الاجور اليوم زادت ب 6%. ثم الانتدابات اموام تاع مدارس التكوين
نتاع الداخليه ولا نتاع الامن كلهم. ثم قرب 11,000 اللي هما في مدارس التكوين باش يوقعوا انتداب. وثم اتفاقات اللي هي تعملت زاد قبل كما الاساتذه الدكاتره والغيرهم كيف باش يدخلوا. اذا اليوم تقول لي باش تنقص في كتله الاجور هي زاده ب 6%. في سنة 2016 الدولة عملت تجميد في الانتداب في الوظيفة العمومية. ثم دراسة نقرا فيها البارح يقول لك انه معناها الصناديق الاجتماعية لما تقرر ان ترفع لانقاذ الوضعية المالية يلزمها تخمم برشا قبل ما ترفع، يعني بمعنى انه الترفيع هذاك مش باش يفيد حتى بشيء، اللي باش تخلصوا سنة باش تخلصوا بعد عامين، يلزم يعني تترافق معها اجراءات لانه باش يعطيك عامين ترتاح فيهم انت نوعا ما وتخمم في الاجراءات مع تنويع مصادر التمويل، تعاود تراجع النظام تاعك اللي يحسب في الجراي اسكو هو نظام سخي ولا تحاول تعمل يعني استثمارات داخل الصناديق الاجتماعيه. ما تعتقدش انه هو معناه باش نربحوا فيه فك العامين هذاك ويمكن في امل الحياه عند الولاده اللي 70-75 صديبون معناه. ما تعتقدش انه احنا فلتنا فرصه نوعا ما، باش ما نقولش كلمه كبيره فرصه تاريخيه، ولكن فلتنا فرصه مهمه جدا في اصلاح الصناديق الاجتماعيه عندما اضفنا عامين لسن التقاعد من غير ما ارفقناه بحتى اجراء نوعا ما يساعدنا في على الاقل ناخذ نفس فيما يتعلق بالعجز المالي نتاع الصناديق الاجتماعيه. شوف انا باش نكون صريح اكثر من لازم، فهمتني؟ احنا لاول مره تعملت، نقول انا هاني يمكن عندي قرابه 40 سنه في اداره، لاول مره تعمل اصلاح بصفه تشاركيه فعليه. هذه في اطار اللجنه الفرعيه للحمايه الاجتماعيه اللي تضم الحكومه والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد سينما. تحكي على الترفيع انت؟ نعم. تحكي على الترفيع اللي تعملت في اطار اللجنه هذه، من القانون نتاع 2019 ما جاش مسقط، فهمتني؟ شو معناتها تلم تشريك الجميع في اطار اللجنه الفرعيه؟ ثم شوف ثم حاجه الباهيه اللي كيو ثم ثقه متبادله. احنا كي كنت نحكي بكري مع بدر قبل كان ثم حتى تشكيك في من على اساس من الارقام اللي نقدموهم يوقع تشكيك فيهم. اول ما بدينا قلنا سيدي خلي صح ونخدموا على فرض ارقام. صححنا وعملنا تحليل موضوعي للواقع نتاع الصناديق سواء في القطاع العام وفي القطاع الخاص، ودوكيمون موجود وناس كل متفقه فيه. وشفنا بالضبط الاخلالات اللي هي موجوده، وبناء على ذلك احنا كوقتها كحكومه عملنا دراسه اكتواريه وفيها مش ترفيع نتاع سن بركه مش في المساهمه. فما احنا اقترحنا عديد المسائل، لكن انت في نهايه المطاف انت اليوم ما عادش تنجم تاخذ قرارك وحدك في اطار التشاركيه. هي علاش تم معناها علاش تم تنفيذ كان الترفيع في سن التقاعد والاجراءات الاخرى فيه. اما الاجراء الهام اللي توصلنا له ونعتبره حاجه هامه برشا هو تنويع مصادر التمويل. وانا هذا هو بالضبط وين باش نجيك، الكلام اللي تقول فيه انت واللي كان يسال فيك عبد السلام، احداث الحساب الخاص بتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في قانون الماليه 2022 المفروض يكون اكثر شفافيه، وده كتبت انا ارتيكل انت سيد بدر السلمي فيما يخص النقطه هذه، والحديث فيها كان عكس شويه اللي تقول فيها سيد بلال، على خاطر كان فما حديث حول رفض وزاره الماليه الافصاح عن مواردها سابقا، مما اضطر الاتحاد للاتجاه لهيئه النفاذ الى المعلومه باش تخرج المعطيات بشكل رسمي وتوري فينا اللي الارقام اللي كانت مصرح بها ما هيش هي الارقام الحقيقيه، واللي هي اتعس بياسر من اللي كان مصرح به. شنو منتظر اليوم من اللي باش يصير بحكم قانون الماليه 2022؟ سيد بدر السلمي من بعد نعطيك كلمه باش نخدموا بالنقطه هذه، تفضل. فقط حبيت نوضح هو انه الاجراءات اللي اشرت لها في 2017 و2018 ما كانتش فقط الترفيع في سن التقاعد، كانت ايضا الترفيع في المساهمات، وكان هناك شيء هام جدا هو اجراءات مصاحبه من اجل استخلاص الديون، من اجل استيعاب القطاع الموازي الى اخره. المشكل هو انه في افريل 2019 صادق مجلس النواب على الاصلاح الجزئي اللي اعتبرناه حاجه خطوه نتاع اون بوفيه دوكسيجين في 2019 في افريل. بصفه موازيه كان هناك مشروع لاصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص اللي كان مفروض يوسف الشاهد يمضيه في مايو 2019 ما امضاهش. جاء شهر جويليا، توفى الرئيس باش قاسم الله يرحمه، تخنى في المنعرج اللي تعرفوه الكل وقبر الملف. دونك كانت هناك اجراءات اخرى، كان من بين هذه الاجراءات
واللي اتفقت عليها اللجنه الفرعيه للحمايه الاجتماعيه هي تنويع مصادر التمويل. باش نحب نفسر، كي نقولوا تنويع مصادر التمويل هو انه يجب يكون عندنا مصادر تمول الصناديق الاجتماعيه غير المساهمات. وهذه الايجابيه نتاعها باش نفسروها هو انه وقت اللي تعمل المساهمات فقط على الاجور، وقت المؤسسات اللي تشغل برشا تتعاقب. يبدا عندك زوز مؤسسات عندها الميم شيف دافير، واحده تشغل اكثر تتعاقب. دونك لازم تعمل اون سورس دو فينانسمون اخرى اللي تقوم على الضرائب. ومن هنا كانت التجربه الاولى في اطار تنويع مصادر التمويل وهي المساهمه الاجتماعيه التضامنيه التي تمت بمقتضى قانون الماليه لسنه 2018، والتي من المفروض ان تتواصل في اشكال اخرى وبالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين. لم تنجح العمليه لانه تم الخلط ما بين مداخيل المساهمه وبالمداخيل العامه الجبائيه، معناتها في المدخل بعض. الاتفاق اللي وقع في اللجنه الفرعيه الاجتماعيه في 2017 و18 هو ان الموارد هذه مثل ما نص على ذلك الفصل 53 من قانون الماليه الفقره الاخيره، توزع هذه المساهمه على الصناديق الاجتماعيه بصيغه الجمعي. صار هذا اللي وقع هو اولا وزاره الماليه في الفتره نتاع حكومه يوسف الشاه ثم حتى الفخفاخ وغيره تكتمت على المبلغ نتاع المداخيل، ثم لما وقع مطالبتها والكشف عن مبالغها اتضح انها وجهت فقط الى السي ان ار بي اس. علاش؟ خاطر الدوله تخمم بخاطر كذا ما تدفعش للسي ان ار بي اس، تولي هي لازم تدفع من عندها، وبالحاله هذه ما اعطاتش للسي ان اس، ومن هنا تفاقم العجز نتاع الصندوق الوطني. دونك المطلب نتاع الاطراف الاجتماعيه هو انه يقع توزيعها بصفه عادله، ومن هنا جاء مطلب احداث صندوق خاص بالخزينه والذي تضمنه الفصل 14 من قانون الماليه سنه 2020 اللي نعتبر هو خطوه ايجابيه ولكن منقوصه، يلزمها تتلوها خطوه اخرى، هو ضبط المعايير اولا من طرف القرار الذي سيصدر عن وزير الشؤون الاجتماعيه، وثانيا احداث يعني اليه لتصرف في هذه الاموال. وخاصه هو الوقت وفاء، باش نعطي كلمه لكم سيد بلال في كلمتين لان وليد يقول لي ما عادش وقت. انا تعليقا على الموضوع في كلمه. انا نقول فهمت الموضوع هذايا بالنسبه للنظام التقاعد فيهم، اما انا نقول هذا اجراء هام وهام جدا جاء به قانون الماليه. لانه علاش؟ باش يوضع حد الاشكاليه اللي كنا نعيشوا فيها، قداش جابت هذه في المساهمه هذه قداش جابت. لو فات اللي باش تحط معناها تحت اشراف وزاره الشؤون الاجتماعيه، دونك هنا ما عادش باش تولي الخلط بين معناها موارد تمشي للميزانيه باش تمول الميزانيه وموارد باش تمشي لتمول انظمه الضمان الاجتماعي. انا نعتبرها اجراء هام وهام جدا، وخاصه شي يقول لك ما يكتفيش كان بالمساهمه هذه، يمكن احداث معاليم اخرى. يقول لك هذا معاليم واداءات اخرى. واضح. هنا يمكن زاد كيف هذايا معناها يفتح الباب باش نشوفوا بالضبط موارد اخرى باش تمول. انت اليوم في لو كونتكست ايكونوميك سوسيال ما عادش تنجم تزيد لا في مساهمات. تنويع الموارد، الحل هو تنويع الموارد. سيد بلال بدي نسمي، شكرا لكم ورحمه لكم بحثين على كل التوضيحات اللي قدمتوها. ميرسي لكم انتم تابعتونا حتى لقيت هذا، ملتقانا ان شاء الله غدا في نفس